انا اضحكك في يوم لم مع سيد مقتدى الصدر الله يحفظه قاعدين زين. انا كنت في لقاء وكان مجموعه من العلماء فقلت له قلت له سيدنا انا يقولون علي اتكلم على السنه اكثر من الشيعة فقلت لهم انا جاي اقول له جاوبتهم قلت لهم انا مثل سيد مقتدى الصدر سيد مقتدى ايضا يتصدى للخطا الشيعي اكثر من الخطا السني حتى يعني من داخل بيتي يعني حيل حيل في وقتها سماحة السيد يعني ابتسم وقال صحيح شنو كان رده يعني قال لي كلامك أيد كلامك والله يعني. قال لي كلامك صحيح قلت له سيدنا انا قلت لهم مثل سيد مقتدى سيد مقتدى هو الرجل الابرز سما اقول فقط الوحده بس هو الرجل الابرز لنقد الخطا الشيعي وانا انقد الخطا السني شكوا بي شنو المشكله يعني هاي بيوتنا نريد نحافظ عليها انا من انقد يعني اذا اهدم من اقول التطرف يهدم مساجدنا انا يعني معناته ضد المساجد من أقول خطيب مشعشع يصعد على المنبر يلعب بكيفه ويهوس ويرقص جوبي هذه إساءة للمنبر أنا أسأت للمذهب من أقول أحد الناس يتحدث بحديث خطأ غزة هذه التي وقف الجميع لأجلها أنا ما متوازي خطيب يصعد على منصة وأمامه جمهور ومعمم عمامه على رأسه ويقول مثلا يقول تعالوا نعلم أولادنا على التهريب هذا خطابنا هذا الخطاب اللي نصنع به أمة.